متابعينا تسوق التلفزيون الالكتروني، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. شوفنا الله يجازيكم بخير. واش كاين الصوت؟ الاخوان الصوت واش كاين؟ الله يجازيكم بخير. جميل. إذا الإخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع معكم الأحداث من قلب الحدث، نتابع معكم تفاصيل القضية أين وصلت بالضبط. القضية أو موضوع الطفل ريان، وقفت الجرافات كما ترون، 6 جرافات كلها واقفة على جانب الحفرة، فيما شرع رجال الوقاية المدنية من التسلق إلى مكان وجود الطفل ريان، ومن ثم تبدأ عملية الحفر اليدوي. إذا هذه خطوات لا تعني شيئا، إلا أنها تعني أننا اقتربنا من إخراج الطفل ريان. إذا نستقبل متابعينا احد المواطنين ليعبر لنا عن ربما عن سعادته في هذه الاثناء، حيث اقترب رجال الوقايه المدنيه من اخراج الطفل ريان. مرحبا بك. شكرا للمنبر اشواق، كنشكرهم من المنبر هذا. صراحه احنا فرحانين لحقاش السلطات دايره واحد الخدمه ديالها، دايره واحد الخدمه اللي هي كبيره الحمد لله. كنشوفوا انها دارت واحد التدخل اللي هو بسيط، كانت بقى واحد 2 متر، هذيك 2 متر ما قدروش انهم يدخلوا لها بواحد الصعوبه، يعني بواحد السرعه، قالوا ندخلوا بشويه بشويه باش ان شاء الله ينقذوا الطفل وما يطيحش عليه ذاك التراب، وداروا بزاف ديال الخدمه اللي هي مزيانه. وكنشكرهم من هذا المنبر هذا، وكنشكروا حتى الناس ديال الشهر ديالنا اللي هما مساهمين معنا في التنظيم، مساهمين معنا في بزاف د الحوايج، وكيعاونوا المواطنين الاخرين انهم يعطيوهم الماكولات والمشروبات. وشكرا من المنبر. شكرا لك. شكرا شكرا. الشكر متواصل لأهل الدول العربية الذين يتواصلون معنا في هذه الأثناء ويتساءلون في التعليق. شكرا جزيلا لكم جميعا. متابعي قناة أشواق تي في، كما ترون الآن الجماهير الغفيرة تنتظر بفارغ الصبر، الصبر طبعا انتهى منذ ايام، دعواتكم للطفل ريان فهو في امس الحاجة لدعواتكم. السلطات، المسؤولون الكبار في هذه الجهة، والشعب، الجميع يتساءل وينتظر لحظة خروج هذا الطفل، ونحن أيضا ننتظر بفارغ الصبر لنعود إلى مدننا وإلى أوطاننا، لنعود إلى أسرنا ولحياتنا الطبيعية. فقط ما نريد التأكد منه قبل الذهاب هو ابتسامة الوالدان، ابتسامة الأب، ابتسامة أبي ريان وأم ريان، الابتسامة التي فقدوها منذ فترة طويلة. إن شاء الله تبارك وتعالى لن نذهب من هنا إلا بعد الاطمئنان عليهم أن الابتسامة قد عادت إلى وجوههم. إذا متابعي قناة الشوق تي في الإلكترونية، نحن ننتظر الآن عملية الحفر التي تتم ب عملية الفحر الفأر عفوا عملية الحفر بالفأس، والتي تتم في هذه الأثناء من قبل رجال الوقاية المدنية، وهي لحظات إن شاء الله تفصلنا عن اللحظة التي ينتظرها العالم. إذن رجال الوقاية المدنية يتواصلون
يتواصلون رجال الوقاية المدنية بجهاز اللاسلكي لتسهيل العملية. كما تشاهدون من هذه الزاوية يوجد رؤساء الفرق يقدمون الآراء والنصائح لمن يتواجدون هنا في الأسفل. متابعي قناة أشواق تي في الإلكترونية، نحن ما زلنا معكم في هذا البث المباشر راجين من العلي القديري. راجين من العلي القدير أن يخرج ريان في صحته وعافيته. الله يرحمه ولا ما بقيت زعما واش تبقى هايدا بعد غادي ساعه حفره دكوره الناس هذا بوبري هذا دابا شفت فين كيجوز ديك خيلات المالك خاطر تاعنا موالين الدار وهذه فهمت شي واحد يعبي راسو يدوخ تجي شي دوخه تما يا فهمت بنادم حنا غير بشر ما تجي شي دوخه هايدا يا فهمت تبهلل تجينا هذا اصلا ما خصو يبقى عنده هنا هذا بقى المخزن خصو يبقى هنا هذا المضاد للقضيه هما الكوبري هذيك العائله هو اللي كيتحل من داخل هذه هي 8 بالليل في النهار 40 في النهار نعم متابعي قناة أشواق تي في الإلكترونية ما زلنا معكم في هذا البث المباشر المتواصل من هنا من دوار إغران. هذه اللحظات التي لطالما انتظرها ملايين المغاربة إن شاء الله هي اللحظات الأخيرة ستكون، وهذا أملنا ورجاؤنا في رب العباد. دعواتكم أحبابي للطفل ريان. دعواتكم أيضا لأسرة أهلي لأهل ريان ولأسرته كلها بالصبر على هذه المصيبة، ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى الأهم أننا ندعو رب العزة أن يخرج ريان سالما غانما معافى يا رب العالمين من هذه المصيبة ومن هذا القاع البئر المشؤوم. إذا نحن ما زلنا معكم متابعينا الأوفياء منذ ساعات الأولى من صباح أمس حتى الآن على مدار الساعة لنقدم لكم الخبر بكل طياته وبكل تفاصيله. ناهيك عن التعاليق التي تقول أن هذا العنوان مثلا هو عنوان مكرر، هذه حقيقة نحن لسنا من ابتكرناها، وإنما هذه المعلومات التي تسرب إن صح التعبير إلى الصحافة كلها، فنحن هنا من أجل مشاركة الخبر معكم. وكما كنقولوا بالعامية المغربية عنانية واحدة، قالوا لنا كذا نقولوا لكم كذا، ما يمكنش حنا نزيدوا من راسنا. نعم متابعي قناة أشواق تي في الإلكترونية ما زلنا معكم في هذا البث المباشر. نسأل الله تبارك وتعالى ألا تطول هذه العملية أكثر، ففعلا تعبنا و أرهقنا بما فيه الكفاية، والله أقدامنا لا تستطيع المقاومة أكثر، ولكن قدر الله وما شاء فعل. إذا متابعي قناة أشواق تي في الإلكتروني على ما أعتقد أنه في هذه الأثناء سيتم رفع الأنابيب أو الأسطوانات
الإسمنتية وهي التي من خلالها سيمكن الحفر بالفأس وإخراج الطفل ريان إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن إلقوا معنا متابعين الأوفياء وتابعوا كل هذه التفاصيل. إلى متابعي قناة عشوائية قناة الإلكترونية، كما تعلمون أن جريدتنا هي لديها في هذه الأثناء بث مباشر من هذه الزاوية وبث مباشر آخر من الزاوية الأخرى. كل هذا لتتضح لكم الرؤية بشكل واضح ولنكون عينكم وآذانكم في توصيل الخبر. نحن معكم ولازلنا معكم إلى أن نخرج الطفل ريان. سيدي أحمد الخلنجي، سيدي أحمد تبارك الله عليك الحبيب، فالأثناء ما كاين حتى شي جديد أخي أحمد. الجديد كيقول أن حاليا رجال الوقاية المدنية خدامين على الحفر بالفأس، إن شاء الله هذه هي المرحلة الأخيرة. عطيل هذاك اللي مورا براد الرئيس الناكلة ديالكم سيفطات لكم الدولة، مشي دادو ماصح هنا يا الاخوان الصوره ما واضحاش لان الكونيكسيون في هذا ديال الدوله الجهه ما واضحاش لان الكونيكسيون ضعيف جدا. ديال المخزن الماكله ديال المخزن. لا تبارك علينا المرقه وداك الشيء هذا الشيء. يا متابعي قناه اشواق تابع الالكترونيه، مازلنا نتابع معكم هذا البث. نتذكر ان هذا البث المباشر تتابعه مجلات عالميه. هذا البث تتابعه شخصيات ومؤثرين وصناع المحتوى من كل جهات العالم العربي. شكرا جزيلا لكم، واتركونا ايضا تعاليق تقدمون فيها دعوة للاخ الحبيب ريان طفلنا وجميلنا. متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، كما تشاهدون مجلات وقنوات عالمية موجودة هنا تقدم عرض البث المباشر على التلفزيون العربي بشكل عام، وقنوات أخرى تأخذ البث المباشر من هنا لتعيده على قنواتها في وقت لاحق أو في وقت الأخبار. الموضوع أصبح موضوعا عالميا. يا الحبيب الدراري عندك اشربوا نص واقيلا الا كنتوا ما كنخافوش كورونا ولا هذا. نعم متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، ما زلنا معكم في هذا البث المباشر للتواصل. إذا كنتم لم تسمعوا هذا البث منذ البداية فأرجو منكم الدعاء لأخينا ريان ولحبيبنا ريان، فهو في أمس الحاجة لأدعيتكم في هذه الأثناء. للتذكير أن ريان منذ 4 أيام تقريبا وهو لا زال على قيد الحياة وسط جوف البئر، فسبحان الذي سخر له الحياة في هذا المكان. معجزة بنعم الكلمة. الساعة كم؟ شكون اللي عند بالك الكافون؟
ماشي مشكل. لا دا غير شي جوج القريعه الدراري يشربوا شحفوا هنايا بالكارو وكذا. هما دابا واقفين واقفين تقدر تجيب الماء محمد تشرب ليه ماك. هما دابا انا مسكرين. الله يرحم الوالد بيبا. شكرا شكرا شكرا. الله يرحم والدك بيبا. صافي دابا تينا اسمع. لا ما درت يديك الخير بدوق منك. خليها هي خلي ديك الجمر راقد وشوف وريهم فين راه ما عارفين. ودي هكا هذه الصحافه يلا هذه من برا اخر غير شبايك. انا نقول لك انتينا شهادك صراحه كره جزيله. شكرا على المبادره. الساعة في المغرب تشير إلى الساعة السادسة إلا عشر دقائق. والحاج توفيق يعني 45 دقيقة. هذيك راه الصحابة صافي. من العراق شكرا جزيلا لإخواننا العراقيين، شكرا لإخواننا الجزائريين والتونسيين والليبيين، شكرا لإخواننا في كل أنحاء العالم العربي. أثبتوا لنا في التعليق من أين تتابعونا واتركوا لنا دعوة لأخينا وحبيبنا ريان. كانت السكة حمزة جبارة دابا تحنا جبارة تبارك الله كان مزيان وامبارح كان خفيف. السكة ما كان شي مجمع هنايا مشات هنايا دابا حنايا وكيفاش معذبين ياك وبالروحو بخير وهادي. شوف ديك العيال كوبري فهمتي في البرد اللي قال ضار عليه فهمتي يعني هما ضابط الارض ماشي البرد كاين البرد وكاين اخويا راه انت تمحلنا اخويا من كردستان. يا اهلا وسهلا باهل كردستان. لا خمسكم لوالديك هنا ريان الله يجازيكم بخير. بالنسبه لاخوان الدورات العمليه صبرت فيها تقريبا قتلت سوما.